قررت مؤسسة النقد إيقاف نشاط 9 شركات ومنعها من ممارسة أي أعمال تأمينية. وأكدت المؤسسة أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك الشركات وفقاً لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وكذلك التعليمات ذات العلاقة. وقالت سامة أنها أشعرت عدد من شركات المهن الحرة التي لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين، كذلك لم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة. وأضافت مؤسسة النقد بأنها كانت قد دعت تلك الشركات إلى سرعة مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعها من خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان. إلا أن عدد من تلك الشركات لم يتجاوب كذلك مع إعلان المؤسسة ولم يتجاوب مع الخطابات التي وصلت من المؤسسة المبلغة لها من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة. طبعا مؤسسة النقد هي من إحدى الشركات اللي احنا تابعنا في الفترة الأخيرة تقوم بدور كبير متابعة للشركات التأمينية، كذلك أي جهة تابعة لها من خلال مؤسسة النقد نشوف أنها جالسة تتابع أعمالها وتقيمها. والتنظيمات أيضا الجديدة، الخصومات اللي قدمت في أنواع التأمين المختلفة. صحيح. مثل قيادة السيارات، القيادة الآمنة، السجل الخالي من الحوادث، حقيقة جهود تذكر وتشكر عبد الحكيم. صحيح.